واللي بيحصل جوه النادي الاهلي بافتتاح جراج سعته 1000 عربيه كمرحله اولى، اعتقد ان ده شيء رائع جدا لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي ولسكان هذه المنطقه. خلاص الموضوع اللي كان بيحصل هناك والازمات المروريه اللي كانت بتحصل هناك، النادي الاهلي ساعد كجزء ولو صغير بان هو يحل هذا الامر من خلال وجود الجراج اللي حضراتكم شايفينه ده، اللي احنا كلنا مبسوطين بيه. على فكره انا كلمني النهارده مش عايز اقول مئات مئات الاصدقاء اللي ساكنين في هذه المنطقه، وقد ايه ان الموضوع ده هيفرق كتير جدا مع السكان العاديين، هم مش اعضاء في النادي الاهلي ولكن بيقولوا لي حتى ان ده هيفرق مع سكان العمارات اللي حضراتكم شايفينها حوالين المنطقه بتاعه مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. وبالتالي هو انجاز رائع يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، وخليني اقول لحضراتكم هو ده واجب على مجلس اداره النادي الاهلي اللي قرره من 4 سنوات في برنامج عائله الاهلي ان يكون هناك جراج يتسع على الاقل ل1000 عربيه لاعضاء الجمعيه العموميه. هم قرروا كده من 4 سنين، وبالتالي بيتم تنفيذ الوعد امام حضراتكم بهذا الشكل الرائع الجميل، وبوجود الحقيقه سيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. الحقيقه حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا. كابتن خطيب طبعا كان متواجد، كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كانوا متواجدين، والجميع الحقيقه كان بينظر لهذا الامر بفخر وفرحه في نفس الوقت، لانه انت كمجلس اداره، وانا طبعا كالعاده زي ما حضراتكم متعودين احنا ما بنتكلمش باسم مجلس الاداره، ولكن انا بفكر زيهم، بقول انا كمجلس اداره ببقى فخور ان انا بساعد بلدي في حل حاجه لو حاجه بسيطه جدا في منطقه كانت صعبة جدا في المرور. دلوقتي الأمور بقت أفضل أو هتبقى أفضل خلال الفترة القادمة، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي حريص الحقيقة على أن هو يصل بمعدلات تنفيذ برنامج عائلة الأهلي اللي وعد به كل أعضاء الجمعية العمومية من 2017 لغاية دلوقتي إلى 100%، ويمكن أكتر من 100%، وده هنشرحه لكم خلال الفترة القادمة كيف استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي أن يصل ببرنامج عائلة الأهلي اللي وضعه مجلس الإدارة منذ انتخابهم وحتى الآن إلى تنفيذه بنسبة 100% ويمكن أكتر شوية كمان. كل الكلام ده هنقوله لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية، ولكن مشاهد رائعة ومشاهد تدعو للفخر، تدعو للفخر الحقيقه. منتهى النظام، منتهى الالتزام، الناس كلها لابسه الكمامات، الناس كلها معظمها زي ما حضراتكم شايفين موجودين، باستثناء حتى اللي مش لابس الكمامه ده يبقى واخد الفاكسين، ولكن الحقيقه كل الامر من اوله لاخره منذ دخول مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والدكتور اشرف صبحي واللواء خالد عبد العال، الكل وهو داخل كده تحس ان انت داخل في حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا جدا.